مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي كتير حلوة للبشرة، وصفة رهيبة جدا للبشرة، بالذات للبشرة اللي فيها كتير تجاعيد. حبايبي هون اخذت الشاي الاخضر، طيب انا عندي هيك بكياس، طيب وانتو تقدرون تستعملوا العادي وطحنته زي ما انتو شايفين. وراح احتاج كمان حبايبي زي ما انتو شايفين راح احتاج للبابونج. البابونج كتير كويس للبشرة. هاي الوصفة اللي راح اسويها تنفع للخوات اللي عندهم بشرتهم تحت عينهم العفو كتير تجاعيد وسواد وانتفاخ تحت العين. هذه بتنفع 100% لصاحبات هذه البشرة. زي ما انتو شايفين حبايبي، هيني انا اخذت كمية لاني محتاجتها، زين، وراح احطها بالمطحنة وراح اطحنها. كتير ضروري كتير حلو البابونج للبشرة. زي ما انتو شايفين انا هون طحنتها، هيها طلعوا طحنتها وراح هاي. شو راح اسوي حبايبي؟ راح اخذ من عنده، ما محتاجته كله، محتاجه من عنده قليل جدا، عادي اذا ضل هيك مو مشكله. حبايبي هون ايش راح احتاج؟ راح احتاج ملعقه، طلعوا صغيرة جدا، انا قاعدة اقلل من هذا لان هاي ملعقة وسط، ملعقة صغيرة جدا من البابونج. وراح احتاج ملعقة صغيرة جدا من الشاي الاخضر، يعني هنا صار عندي البابونج مع الشاي الاخضر. وشو راح احتاج حبايبي؟ راح احتاج الى بياض بيضة واحدة زي ما انتو شايفين. وراح احتاج حبايبي انا هون، بس احاول اورجيكم اياه، انا هون شو حاطه وطلعوا شلون صاير عندي، لاني انا هذا دائما استعمله اسويه مثل الجلو واخليه. تاخذون ملعقتين اكل من الجلاتين مع كاسه مي بقد هذا، زين، وتخلوه، راح يكون عندكم كلش هيك تطلعوه هيك جامد. كل ما بدك تسوين هذا الماسك تقدرين تاخذين او تاخذين ملعقه صغيره جدا من الجلاتين، يعني تقدرين تاخذين العادي الفل. انا هون لاني مسويته هيك احبه هيك، راح اخذ ملعقه صغيره جدا من الجيلاتين، بس شويه عشان انا ضفت له شويه مي، كان هيو ملعقه صغيره من الجيلاتين النباتي كتير حلو للبشره كمان. هيو ملعقه صغيره انا حطيت قبلها. وتخلوا حبايبي كمان، طيب انا حطيت مي هيك مي جيلاتين لان ما موجود عندي المي العادي، وتخلوا تضيفوا ملعقه اكل من الماء العادي، زين، وراح تسكروه هيك. يعني هسه خليني اعيد لكم عشان ما بتتخربطوا. اخذنا ملعقه صغيره جدا من البابونج، ملعقه صغيره جدا اخذنا من الشاي الاخضر، اخذنا بياض بيضه واحده، ملعقه صغيره جدا من البودره اذا كانت تبعت الجيلاتين، اذا خليتي بودرة الجيلاتين راح تخلين ملعقتين اكل ماء. وبحالة خليتي الجيلاتين اللي زي ما انا قلت لكم كيف تسووا، تاخذون ملعقتين اكل مع كاسة مي كاملة وسخنة تحركوه وتسيبوه ليلة كاملة. ثاني يوم الصبح تلقيه جامد هيك، انا ضفت له مي لاني انا هذا محتاجته بشغلة تانية. بعد ما تلقيه هيك تاخذين من عنده ملعقة اكل، طيب ملعقة العفو ملعقة وسط، هيك ملعقة وسط تخليه. بعد ما خليتيها كل هذولا مع بعض شو راح تسوي؟ حاولين ترجيه عشان كله ينزل مع بعض وتخليه كثير كويس، خليه ينخلط مع بعض. حبايبي هاي الوصفة كثير حلوة للتجاعيد العميقة اللي تحت العين، مهما كانت تجاعيدك قوية راح تنفعك كثير كويس. طلعوا حبايبي، حاولوا رجوا لأن طلعوا هون أنا عندي شو ماسك بحاول أحركه، ماسك عندي الشاي الأخضر مع هيك، أهم طلعوا شلون صار. طبعا هاي الوصفة
اتمنى انكم تجربوها. يعني العفو بعد الكاميرا، يعني رهيبه رهيبه جدا للبشره، تقدرون تستعملوها البشره بالكامل. بس انا سويتها خاص، نص الاخت طلبتها من عندي، حكت لي ماذا ينفع اشي معي بالنسبه للسواد وبالنسبه للتجاعيد اللي حول العين. فهذه الوصفه حبايبي مو سووها مره ومرتين وتقطعوا، انا ما مسويت لكم عمليه تجميل جراحيه، انا عملت لكم وصفه عاديه من شلون نقول من المطبخ. يعني انتم تحاولون شلون نقول تستعملوها اكثر من مره عشان تستفادوا منها. طلعوا حبايبي شلون صارت، شوفوا كيف صارت. تاخذين من عندها حبايبي وتحطين تحت عينك اول مره، تخلين هيك. طيب تظلين تفركين 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 حد ما تشعب عينك. بعديها طبعا الفرك ما يكون هيك، لا بيكون هيك. طيب تحت العين طبطبه هيك، طيب من هون بالزاويه العين هيك، وظلي طبطبي فوق حوالين عينك بالكامل، حوالين التم اذا حابه كمان كثير كويسه. هي صراحه انا بالنسبه لي احطها على البشره كلها بالكامل، على بشره الوجه. بعد ما سويتي هيك ظليتي تفركين فيها تقريبا 5 دقائق او 3 دقائق، ترجعين تحطين طبقه كامله هيك وتسيبيها. بعد ما تسيبيها تقريبا لحد ما تشوفين وجهك انشد وشلون نقول ونشفت على وجهك، بعديها تغسليها بالماء الفاتر وتحطين يا ريت الكريم اللي انت دائما متعوده عليه تحطيه العين. هاي الوصفه راح تاخذي نتيجه من عندها 100%، وانا متاكده حبايبي من اقول لكم 100%، بس مع الاستعمال. يعني مو تسيبيها ورا يوم يومين ثلاثه، قديش تستعمليها تقدرين يوميا تستعمليها، على مدى طويل تقدرين تستعمليها، ما راح اي شيء تعمل لك. يعني راح تكون كتير كويسة للبشرة وكتير منيحة دائما حبايبي. هيك وصفات صراحة، يعني شوفوا البابونج مع الشاي الأخضر، اشي مادتين كتير حلوة للبشرة، ترطيب تغذية عميقة جدا. خليت كمان بياض البيض، والكل تعرف بياض البيض شو فوائده للتجاعيد وللبشره بالكامل. خليت كمان حبايبي الجيلاتين، الجيلاتين كتير كويس، لا تحطوا جيلاتين كتير عشان ما بيمسك معاكم ويصير جامد. يعني انا بنقول ملعقه صغيره جدا من الجيلاتين اللي اذا كان مثل السكر، اذا كان زي اللي انا مسويته ملعقه كمان صغيره او وسط، يعني هيك قطعه بقد هذه. طيب وتسووا بحالة إذا جمد، أنا مرة جمد معي، تقدرون ترجعوه هو هيك بالكامل بالخلاط وتحطون معاه قليل جدا من الماء أو من الحليب كمان كويس، وتخلطوه وبعدين ترجعوا تستعملوه من أول وجديد بحالة جمد. بس هو أنا مرة واحدة صار معي لأن كنت حاطة جيلاتين أكثر على البشرة، زين العفو على الماسك. هيك حبايبي وظلون تستعملوا. اتمنى انكم حبايبي هذا الفيديو تطبقوا 100%. وفي فيديو عرفته من البابايا وقلت لكم التعويض عنه هو يكون اذا ما موجوده عندكم القرع. هذني الاثنين مهما كانت عندك التجاعيد، مهما كانت قويه، مهما كانت عميقة، راح تتغلبي عليها فترة كتير وجيزة. بالنسبة لهذا الماسك تقدر تستعمله البشرة الجافة وتقدر تستعمله البشرة الدهنية، يعني بالحالتين تقدرون تستعملوه، مو بس البشرة شلون نقول الجافة او البشرة الدهنية. بالنسبة للبشرة الحساسة تقدر، انا شايفته مواد كلش بسيطة، ما راح شلون نقول ابدا تتحسسي منها. بس بنفس الوقت حبايبي حاولوا جربوه بمنطقة كتير صغيرة وشوفوا. بالنسبة للبشرة اللي عندها حبوب كتير كويسة، لأنها أنتوا تعرفون كل الزين الشاي الأخضر معقم زين وكتير مفيد للصاحبات البشرة اللي فيها حبوب، يعني ما راح يأثر نهائيا على بشرتك. زين حبايبي أتمنى أنكم تستفادوا من الفيديوهات اللي أنا سويتها وبنفس الوقت تطبقوها 100%. اللي أتمنى اللي عنده تجاعيد كتير قوية، لأني هذا الفيديو أكثر من مرة بتحكولي
في اكتر من اخت بتقول لي ما ده ينفع معي، بشرتي ما قادر، سواد تحت عيني ما قاعد ينفع. طلعت لكم صدقوني من افضل الماسكات عندي للسواد، لو استمريت عليها راح تاخذين مفعول 100%. بالنسبه لهذا شوفوا راح تضربون عصفورين بحجر مثل ما نقول احنا، يعني ما في سواد تحت العين، بيبعد السواد تحت العين، بيبعد الانتفاخ تحت العين، وبنفس الوقت يبيض هاي المنطقه، وكمان يبعد من عندكم، هيك صار اكثر من عصفور الصراحه، وكمان يبعد عندكم التجاعيد 100%. وعن تجربه حبايبي جربوها وراح لا تقولوا ام يوسف حكت كثير، لا حبايبي انا حابه اوصل المعلومه لكم 100%. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.